السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الواحدة ومستهلها بالعناوين. الجزائر تندد بالصمت المطبق داخل مجلس حقوق الإنسان الأممي بخصوص الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ضمن التوجه الاقتصادي الجديد، المؤسسة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية بمسيلة ترفع رهان تصدير رابع شحنة من قطع غيار التوربينات الغازية نحو هولندا. محطة جديدة لتعزيز نقل وتوزيع الغاز الطبيعي تدخل حيز الخدمة بولاية بيجاية بسعة تدفق تصل إلى 20,000 متر مكعب في الساعة. وفاة 7 أشخاص في حادث اصطدام السيارة أجرى بشاحنة على مستوى الطريق السيار ببجاية، لترتفع حصيلة ضحايا حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان إلى 52 ضحية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، نددت الجزائر أمس بالتقاعس وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب. وخلال النقاش العام في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، أكد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية رشيد بلادهان أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما نندد بالتقاعس والسياسات المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل المجلس فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حصانة جائرة وإفلات من العقاب شجع الاحتلال الإسرائيلي على استمرار عدوانه الغاشم وحصاره ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم جلهم أطفال ونساء. لذلك فمجلسنا مطالب في إطار صميم ولايته إلى اتخاذ قرارات ذات مصداقية واتخاذ إجراءات هادفة للتنديد بالانتهاكات المنهجية واسعة النطاق والمثبتة والتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان المحاسبة وجبر الضرر عليها. ضمن التوجه الاقتصادي الجديد، شرعت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية بولاية المسيلة في تصدير رابع شحنة من المعدات الكهربائية نحو هولندا. المزيد من التفاصيل مع محمد بلكحل. الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية بالمسيلة مؤسسة رائدة في تصنيع وتوريد قطع غيار التوربينات الغازية، تصدر اليوم رابع شحنة لها نحو هولندا. نشهد تصدير رابع شحنة والتي تتكون من 7 أقطم فرامناف إلى دولة هولندا، وبذلك تكون شركتنا قد أوفت بالتزاماتها اتجاه جنرال إلكتريك، وقمنا بالانتهاء من تصنيع وتصدير بوند كوموند الأول. صنعت سايق لحد الآن بالشراكة مع جي إي ما لا يقل على 20 مجموعة قطع غيار، كلها مطابقة للمواصفات الجودة المعمولة بها عالميا، وهذا العمل تطلب جهدا كبيرا وإدارة قوية من طرف إدارة سايق. المسمكة هذه يتم فيها إنتاج شفرات التوربينات الغازية التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. الشفرة تاع التوربينة هذه رانا نحو ديفافوراج كشما لي بوان هكذا ولا كشما حوايج خفيف، من بعد نديرو مونتاج وتولي قراب كومبلي. هذه القطع الغيار اللي راهي مخصصة وموجهة للطاقة الكهربائية وهي صنع محلي، هذا يؤكد مرة أخرى الكفاءة والمهارة تاع الإطارات الجزائرية
في كل القطاعات. الشركة تتطلع لإنجاز معدات كهربائية وأجزاء أخرى من التوربينات بتقنية جد متطورة للتقليل من عملية الاستيراد ورفع نسبة الإدماج الوطني. وضمن المشاريع الطاقوية المهمة، دخلت محطة خفض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة بيجاية حيز الخدمة بسعة 20,000 متر مكعب للساعة. المحطة الجديدة ستسمح بتعزيز شبكات توزيع الغاز الطبيعي للمدينة على امتداد 40 كيلومترا. هو رعزوز. تفعيل خدمات هذه المنشأة الطاقوية الحيوية، محطة خفض ضغط الغاز الطبيعي، مكن من القضاء على بعض النقاط السوداء المسجلة في بعض أحياء المدينة. تحكم ومراقبة تقنية روتينية تقوم بها فرق نقل وتوزيع الغاز الطبيعي هنا على مستوى المحطة الجديدة المنجزة لتعزيز شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بمدينة بجاية. نحن متواجدون في محطة خفض الغاز لتيب ذات قدرة تدفق 20,000 متر مكعب في الساعة، وطول شبكة نقل الغاز 15 كيلومتر. المشروع موجه لتأمين تزويد المنطقة الشمالية لمدينة بجاية بالغاز الطبيعي بتكلفة إجمالية قدرت ب 346 مليون دينار جزائري. مرفق حيوي دخل حيز الخدمة بعد أن تمح الحالة جملة الاعتراضات التي شهدها أثناء الإنجاز. البوست دو ديتونت هذا دون كاباسيتي دو 20,000 نورمومتر كيوبر الذي سمح لزبائننا القاطنين على مستوى بلدية بجاية بقضاء الموسم الشتوي بارتياح، يعني سون ديزاغريمون سون شوت دو بريسيون. فيما يخص مراكز توزيع مثل هذه كانت موجودة على مستوى ولاية بجاية، كانت في 2019 حوالي 35 مركز، اليوم رانا في 56 مركز بوست دو ديتونت والعملية مستمرة. هذه المحطة الجديدة ستمكن من تأمين تزويد شبكات الغاز الطبيعي لمدينة بجاية، وكذا تموين القطب الحضري الجديد سيدي بودرهم حال تسليمه، فضلا عن المنشآت الصناعية الهامة. بولاية عين تيموشنت تم توزيع مفاتيح ومقررات الاستفادة من 200 وحدة سكنية مع توفير كل المرافق الضرورية. نوال سمعين فراجي. وحدات سكنية بمختلف الصيغ تنوعت بين الاجتماعي والترقوي الحر، وزعت مفاتيحها على مستفيديها بولاية عين تيموشنت. رانا في 17 عام احنا في هذا البنت السكنة، والحمد لله الجزائر اللي مدتنا حقنا. وبعد المعاناة تاع السكن والضيق، الحمد لله اللي ربي كرمني في هذا الشهر الفاضل بهذا السكن الاجتماعي ببلدية عين الطلبة. الحمد لله كما كامل الجزائريين قاع فتنا بالإيجار، الحمد لله ربي فتح علينا بهذه الفرصة مع العشر الأوائل تاع شهر رمضان. الحمد لله كانت فرحة جد كبيرة. وعانيت بالكرا، بنادم يكريم 1,200,000 في الشهر، البرد، النو، والحمد لله هذا رمضان خلانينا بالخير، راني فرحان زعما الحمد لله نحمد ربي ونشكره. سكنات لائقة تتوفر على شروط الحياة الكريمة تم ربطها بمختلف الشبكات وتهيئتها بفضاء للعب الأطفال. قمنا اليوم بتسليم مفاتيح لسكنات بمختلف الصيغ عبر مختلف بلديات الولاية، تمثلت في 60 وحدة سكنية طابع إيجاري عمومي بكل بلدية عين طلبة وبرقش، إضافة إلى إعانات سكنات ريفية موزعة على 4 بلديات، وإضافة إلى هذا 100 وحدة سكنية ترقوية حرة بولاية عين تيموشنت. فيه مشاريع اللي انطلقت وكاين مشاريع اللي راهي في طور الانطلاق إن شاء الله. كشطر أول تقريبا عندنا ما يقارب 900 مسكن اجتماعي زائد 500 أو 600 مسكن ترقاوي، وإن شاء الله كل الإجراءات الإدارية تمت، منها من طلقت ومنها إن شاء الله اللي رايحة تنطلق في غضون الأيام القليلة القادمة. حصة السكن الموزعة هي استكمال لمخطط إسكان بتعداد 9,000 وحدة سكنية، فيما يتم العمل على إنجاز مشاريع سكنية مستقبلاً.
لا يزال إرهاب الطرقات يحصد المزيد من الأرواح، حيث توفي اليوم 8 أشخاص في حادث اصطدام سيارة أجرة بشاحنة على مستوى طريق السيار بقرية بيزو ببلدية أقبو باتجاه بجاية. كما توفي شخص وأصيب 7 آخرون بتيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين بلديتي حمادية ومهدية إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين مع جرار، لترتفع حصيلة ضحايا حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان إلى 52 ضحية. على الساعة 11 ليلا و45 دقيقة وقع حادث مميت للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين بلدية الحمادية وبلدية مهدية. الحادث ناجم عن اصطدام حافلة لنقل مسافرين بجرار طريقي. أسفر الحادث في حصيلته الأولية عن وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص بجروح. فور وقوع الحادث تنقلت وحدات المجموعة الإقليمية بتيارت إلى عين المكان مدعمين بتقنية حوادث المرور للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث. تزامنا والشهر الفضيل ومن أجل تموين السوق الوطنية الحفاظ على استقرار الأسعار ثم استيراد أزيد استيراد أزيد من 3000 رأس من الخرفان اقتناها المركب الجهوي للحوم الحمراء بعين مليلة بأم البواقي. عبد الرحمن شباح. هذه هي الخراف التي تم استيرادها من دولة رومانيا، هي شحنة أولية في انتظار أخرى سيتم تزويد المركب الجهوي للحوم الحمراء بها قصد توفيرها بالأسواق ودعم القدرة الشرائية للمستهلك. انطلقت اليوم عملية ذبح الخرفان المستوردة من دولة رومانيا على مستوى المركب الجهوي للحوم الحمراء بعين مليلة والمقدر عددها بحوالي 3000 رأس. هذه العملية تدخل في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة من أجل توفير المواد الأساسية في شهر رمضان المبارك، خاصة مادة اللحم التي يكثر عليها الطلب. هذه غير كوطا دولة، يعني دولة، وعندنا دي كوطا يجيو اشاك فوا باسكو حزين على حساب لا كاباسيتي نتاع لو ستوكاج تاعنا عندنا في لارد ستابيلاسيون تاعنا. يعمل هؤلاء البياطرة على المراقبة الصحية للحوم للتأكد من جودتها وسلامتها ومن ثم وضعها داخل غرفة التنشيف قبل التأشير عليها. هذا المركب يعتبر مركب ذو حجم كبير راح يمون 15 الولاية الشرقية. اليوم احنا كمفتشية بيطرية وعندنا بيطري في المذبح الجهوي موجود يوميا في المذبح يقوم بتفتيش ومراقبة اللحوم المذبوحة. مصالح التجارة لولاية أم البواقي بالتنسيق مع المصالح البيطرية وكذلك المديريات الولائية للتجارة تقوم بمتابعة وضعية تموين السوق المحلية والجهوية باللحوم الحمراء المستوردة وتتبع مسارها لضمان وصولها للمستهلك بالسعر القانوني. اللحوم التي يتم تسويقها بسعر 1850 دينار للكيلوغرام ستعمل على كسر الأسعار ومحاربة الاحتكار. ومن المبادرات التضامنية التي تجسد أبهى صور التكافل الاجتماعي منذ حلول شهر رمضان تنظيم مائدة إفطار جماعي بالخيمة العملاقة مرحبا على مستوى ساحة كيتاني بباب الوادي بالجزائر العاصمة، والتي تستضيف أزيد من 2000 صائم يوميا من العائلة المعوزة وعابري السبيل. عن التلفزيون ما يخرفي. أزيد من 2000 شخص يوميا من العائلات المعوزة وعابري السبيل على مائدة الإفطار الجماعي بالخيمة العملاقة مرحبا بساحة كيتاني بباب الواد. مبادرة زينة، كتر خيرهم وبارك الله فيهم، ونشكر جميع المنظمين للمبادرة هذه. المبادرة إن شاء الله يجعل الخير لبلاد كل، مش خير هذه برك، مش غير سما حاجة تاع الخير مليحة للناس كل. وين خيمة المرحبا راهي متواجدة في ساحة باب الواد كيتاني لأكثر من 1500 متر مربع، نستقبلوا يوميا أكثر من 1200 شخص، بدينا اليامات الأولين حوالي 700 حتى 900 شخص. هي مبادرة تضامنية منذ حلول الشهر الكريم لتكريس قيم التضامن والتآزر وسط أجواء أخوية بهجة، سخرت لها أزيد من 150 متطوعا للسير الحسن. العمل التطوعي هذا راهو بدا كل بانكي بدا شهر رمضان من الأول يوم نجوا لهنا كمتطوعين
نبداو العمل في المطبخ هنايا من الصباح، نبداو نحضروا الوجبات الافطار. ديناميكية كبيرة جدا قايمين بها اعضاء المجتمع المدني على مستوى كل ولايات الوطن. هذه الديناميكية مربوطة بالمخزون المشترك تاع الجمعيات الجزائرية القيمي اللي يجسد اكثر في هذا الشهر من خلال العمل الاجتماعي الانساني الخيري. والشيء اللي فرحنا فيه كثير هو انسجام كبير بين جمعيات المجتمع المدني المتطوعين اللي لهم بالاعداد كبيره، خاصه الشباب اللي راهم يوميا يصنعوا هذه الفرحه، القطاع الاقتصادي العام والخاص. اجواء اخويه يلتقي فيها الجميع لخدمه المعوزين للتجند في العمل التطوعي والخيري لتاكيد التكافل الاجتماعي. والإفراط في تناول السكريات بالنسبة لمرضى السكري خلال الشهر الفضيل قد تكون له عواقب وخيمة على صحتهم، لذا ينصح الأطباء باتباع بعض الإرشادات. تقول فاطمة زهراء بن عرفة: يكثر الإقبال على اقتناء أنواع وأشكال عديدة من الحلويات التقليدية والعصرية والتي تزين الموائد الرمضانية الجزائرية، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. شهر رمضان هذا فيه صعب شوية مع السكر، اللي ينصحوا به من الطباء يمشي مع الطبيب وش يقول له، يفطر ما يفطر شيء، يصوم ما يقدر، الصيام هذه هي. أنا عندي 12 سنة هنا و 12 سنة والحمد لله نشوف مع الشيء اللي يقولوا هنا الطب ناخذوا رأيهم. من الأحسن الواحد كي يوصل للسن، يعني سن متجاوز هكذا، لازم كيما يقولوا يحافظ على روحه أولا، يدير كيما يقولوا دي كونترول. ولضمان صيام آمن لدى مرضى السكري نصائح قيمة من قبل الأطباء. ننصح مرضى السكري بنظام غذائي صحي. هذا النظام الغذائي الصحي ماهوش للمرضى السكري، هو النظام الغذائي الصحي الذي يلتزم اللي لازم يلتزم به اي انسان عادي، اي انسان عادي، لان السكر ليست ماده مغذيه. كثروا من ماده الالياف، الياف شنو الخضر بانواعه، يعني قدر ما استطاع. الاعتماد على نظام غذائي صحي وممارسه الرياضه وكذا المراقبه الذاتيه لمرضى السكري عوامل تجنب الاصابه من عديد الامراض. أشرف اليوم وزير المالية العزيز فايد على افتتاح اليوم الإعلامي الخاص بالمخطط التوجيهي الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية الممتد لغاية 2028، وذلك بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للجمارك والمديرة العامة للضرائب. وزير المالية وفي كلمة له أكد أن المخطط يعد محطة هامة في التحول الرقمي للوزارة، أين قطعت أشواطا هامة في إنشاء منصات رقمية لمختلف المصالح التابعة للوزارة، مع التوجه نحو تطبيق أحدث التقنيات لرقمنة القطاع ضمانا للنجاعة والأداء في تسيير المالية العامة. يشكل هذا اليوم محطة هامة للوقوف على إنجازات قطاعنا في مجال التحول الرقمي، إذ يمكنني القول أن وزارة المالية استطاعت اليوم أن تقطع في ظرف زمن قصير أشواطاً هامة في رقمنة مصالحها، على غرار استحداث منصات وحلول معلوماتية تقضي حاجة للمواطنين عن بعد، تم تطويرها من طرف كل من إدارة الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية، بالإضافة إلى إنشاء مركز البيانات لوزارة المالية الذي تم تدشينه في 16 ديسمبر 2024. إحياء لليوم العالمي للأرصاد الجوية المصادف ل 23 مارس من كل سنة، نظم الديوان الوطني للأرصاد الجوية ندوة تناولت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم من ارتفاع في درجات الحرارة وأعاصير مدارية شديدة. الندوة تناولت كذلك التحديات التي تواجهها البشرية لإيجاد حلول قصد مواجهة الكوارث الطبيعية والجفاف وحرائق الغابات. الظواهر الجوية المتطرفة هي عواقب هذا التغير المناخ، ما يخفلكمش فيها عام 2023 صنف من طرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كعام أشد حارا، حيث الحرارة المتوسطة درجة الحرارة المتوسطة على سطح البحر ارتفعت بدرجة فاصل 45 درجة، وها نحن نقترب من درجة ونصف اللي كانت اتفاقية باريس في 2015، ولي بريفيزيون
بور لاني العام 24، العام 2024 راح يكون أشد حرارة بارابور 2023. وعصرنة الديوان الوطني للأرصاد الجوية خطوة هامة تهدف إلى تقديم خدمات نوعية ودقيقة من خلال تطوير مختلف التطبيقات والبرامج التي تسهل عملية التنبؤ، إضافة إلى استحداث محطة جديدة للرصد. حفصة جاني. تطوير محطة جديدة للرصد على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية مكسب هام يتعزز به الديوان لرصد مختلف المعلومات الخاصة بالمناخ، منشأة تم استحداثها بكفاءات جزائرية وبمعايير دولية. إنشاء محطة سينوبتيكية لرصد البيانات بعلامة جزائرية 100%، كما يتم التنسيق في تجميع بيانات الرصد الجوي وتوزيعها بعد استقبالها في جميع وحدات الديوان لاستغلالها في تزويد النماذج الرقمية للخروج بالتوقعات والتنبؤات الجوية. ولتسهيل معرفة توقعات الطقس بدقة عالية تم تطوير برامج وتطبيقات جديدة على مستوى الديوان. تطوير عدة تطبيقات، يعني تطبيقات الويب والجوال. هذه التطبيقات يعني تعتبر تطبيقات أساسية وضرورية للمتنبئين الجويين، يعني تسمح لهم وتساعدهم في تحليل البيانات. ونعمل باستمرار على إصدار نشريات خاصة بتطور الحالة الجوية لمدة قصيرة، مدة متوسطة ولمدى بعيد. تزويد المواطن الكريم وكل المؤسسات الاقتصادية بالمعلومات المناخ والطقس لتفادي خسائر ناجمة عن هذه الوضعية الجوية المتطرفة من خلال النشرات الجوية ليزافيرتيسمون، كي تكون هناك وضعية جوية متطرفة. تقديم خدمات نوعية ودقيقة هو ما يعمل عليه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من خلال عصرنة أجهزته ومواكبة آخر التطورات في المجال. تضامنا مع الشعب الفلسطيني، نظمت سهرة أمس كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 ندوة فكرية حول القوة الناعمة وتأثيرها في نضالات الشعوب كنموذج ثورة التحرير الجزائرية ونضالات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهذا بحضور عدد من الوجوه الفكرية والأكاديمية والفنية. وبالمناسبة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجزائر كانت ولا تزال دوما داعمة للشعب الفلسطيني. ومثل ما تعرفون أن للجزائر سواء إبان الاستعمار أو بعد الاستقلال كانت مواقفها دائما مع الشعب الفلسطيني من خلال مقولة بومدين رحمه الله الزعيم الجزائري الكبير: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، أو عبارة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي دعا ومن قلب الأمم المتحدة أن تكون لفلسطين مقام دولة كاملة الأركان. نعيش في إطار جزائر جديدة تزخر بالعلم والعلماء وتجعل من الجامعة قاطرة للتنمية، قاطرة للإصلاح، قاطرة لصناعة التغيير المنشود. نبقى أيضا أوفياء لمبادئنا، دعم القضية الفلسطينية التي تبقى أولوية وتشكل مبدأ من مبادئ الدولة الجزائرية وثابت من ثوابت سياستها الخارجية. وفي تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يدخل يومه 67 بارتكاب مجازر جديدة في حق الأبرياء الذي راح ضحيتها 65 شهيدا و92 جريحا، ويواصل الاحتلال قصفه لعدة مناطق سكنية بقطاع غزة، حيث قام بتفجير أحد المباني داخل مجمع الشفاء الطبي في وقت أنذر فيه النازحون في المجمع إلى إخلائه فورا وإلا سيتم قصفه، كما أجبر عدد من المرضى والمرافقين لهم على ترك المجمع فيما اعتقل المئات بداخله وفي محيطه، في حين شنت قوة الاحتلال فجر اليوم غارات جديدة على مخيم النصيرات بعد الغارات السابقة التي أوقعت شهداء وجرحى.
انتقلت إلى رحمة الله الفنانة داودي ترزق عازفة الإمزاد بتسلي نجزر عن عمر ناهز 94 سنة بعد مرض عضال. الفنانة ترزق رافقت الفنان إبراهيم بالخير إلى مختلف دول العالم، ما ساهم في تصنيف الإمزاد كتراث لا مادي من قبل منظمة اليونسكو. رحمها الله. إلى الرياضة، وفي كرة القدم يواصل المنتخب الوطني تحضيراته بالمركب التقني سيدي موسى ببراقي استعدادا للدورة الودية الدولية بالجزائر والتي ستقام برعاية الاتحاد الدولي فيفا بمشاركة 4 منتخبات هي الجزائر، جنوب أفريقيا، بوليفيا، أندورا. الدورة تعتبر انطلاقة جديدة للعناصر الوطنية مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش الذي سيباشر مهامه بمواجهة منتخب بوليفيا غدا الجمعة ابتداء من الساعة 10 مساء بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، فيما ستلعب المباراة الثانية للخضر ضد جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل 26 من الشهر الجاري بنفس الملعب. فحظ موفق للتشكيلة الوطنية في هذه الدورة الدولية. في عرض مسرحي يعكس أحداثا من عالم الواقع والخيال، أنثى الجن مسرحية أبدع في أدائها ممثلون من المسرح الجهوي بمستغانم. حفصة جاني عن التلفزيون. هي أحداث تدور حول عالم الإنس والجن في عرض مسرحي يروي تفاصيل قصة أنثى الجن. عندي دور فدوة في المسرحية، وهي أنثى مسكونة بثلاث جنون. كنت في شخصية الجن العاشق، لأنه عندنا حالات كثيرة في الجزائر بهذا، أنه كان هناك جن العاشق ونوع السحر والعين، فعالجناها بطريقة ممسرحة هذه القضية، وعالجناها بطريقة أيضا من جانب الديني ومن جانب العلمي أيضا. الحديث عن الجن صعب، ولذلك مغامرتنا رفقة أصدقائي في المسرح الجهوي في مدينة مستغانم كان عندهم الشجاعة والرغبة وأيضا الكثير من الفن، لذلك كانت هذه المسرحية. أتسكع وأطرى الشوارع. تتوالى مشاهد العرض في أحداث مثيرة وشيقة والتي لاقت إعجابا كبيرا من الجمهور. انا كيشت في الدار هكذا سوغ لا باج فيسبوك، ما عرفتش شنو بسكيل ميت با لي ديتاي في لا باج تاعتي انا، مي كي جيت مي سو رونسيني فينالمون سيتي تري بيان. اول مره جيت في المسرحيه كانت مليحه، كان عرض في القمه ما شاء الله، حاجه جديده. مسرحية ألمت بكل ما تحمله من أحداث في عالم الواقع والخيال وعاكسته في صورة إبداعية. ونختم نشرتنا مشاهدينا من حي القصب العتيق، حيث يعد مقهى بلاكوف معلما من معالم الفن الشعبي بالجزائر العاصمة، كان ولا يزال مزارا لأعمدة هذا الفن الأصيل. حبيب مخلوف. مقهى بلاكوف أو مقهى العنقة واحد من معالم فن الشعبي بالجزائر، امتلكه العديد من مؤسسي هذا الفن بالقصبة على غرار مريزق والحاج العنقة، معلم تأسس منذ أزيد من قرن واحتضن أعمدة فن الشعبي. اللي شراها الحاج محمد بين 49 خمسينات، اللي كان أول شريكه اللي هو بوزوران، من بعد مبطاش شراها عليه، ومن بعد ولا شريكو هذا للزول يقولوا لهم لافامي دوكدوك، ما بطاوش على كل حال. مور للزول هذايا جا الحاج مقران ستيتي تقريبا 77، كان مات الحاج مريزق، عاود شرع الحاج مقران ستيتي اللي كان باع له الحاج محمد، عاود شرع ليه. ودوكا في هذا المصغر هذوما اللي هذ الوليد خونا على كل حال، عاود حياها. ونقولوا الفنانين الكبار قاع جازوا من هذا المضرب، قاع جازوا عند الحاج محمد، تعلقوا في برنوس العنقة من القريب ومن البعيد. شيخنا سمع عند ربي بابانا، سمع تلاميذ ديالو كامل يحسبنا كي ولادو. كنت تلميذ عند الحاج محمد، كنت مع التلاميذ اللي كانوا في ذاك الوقت، تعلمت
علمنا الموسيقى كان ذاك الوقت هو كان هو على كل حال ولي الحكم كان في المعهد البلدي كان هو يعلم الشعبي. مالاكوف بعد الترميم يعود اليوم ليواصل مهمته في جمع فناني الشعبي بروح جديدة، وذلك من خلال إحياء أمسيات فنية ينشطها تلامذة عميد الموسيقى الشعبية العنقة. هو هدية كما يقولوا تاع بابا الله يرحمه شاريها على العنقة، حنا نتعبوا باش نرجعوها ما خير. كل ويكاند ندير قصرة، كل ويكاند نجيب شيوخة هنايا، ناس كبار ناس مالي ولاد القصبة هنا دزاير قاعد جينا ماشي شيوخ الله الله، ونعودوا نحيوها خير من اللي كانت كاع باذن الله. والقهوه هذه يا خو عندها تاريخ، راهم يجوا الناس ما شاء الله، راهم يجوا من الشرق من الغرب، راهم يجوا بارتو. قهوه معروفه معروفه من بكري تاع السهره تاع 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 الالجيه تاع ارتشاف قهوة على أنغام الشعبي في حي القصبة العتيق يعيد إليك قطعة من الزمن الجميل يمكنها أن تكون قبلة سياحية بامتياز. بذا وصلنا للختام مشاهدينا، بقي أن نذكر بأهم ما جاء في النشر. الجزائر تندد بالصمت المطبق داخل مجلس حقوق الإنسان الأممي بخصوص الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تابعنا وضمن التوجه الاقتصادي الجديد المؤسسة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية بمسيلة ترفع رهان تصدير رابع شحنة من قطع غيار التوربينات الغازية نحو هولندا. محطة جديدة لتعزيز نقل وتوزيع الغاز الطبيعي تدخل حيز الخدمة بولاية بجاية بسعة تدفق تصل إلى 20,000 متر مكعب في الساعة. وفاة 8 أشخاص في حادث اصطدام السيارة أجرى بشاحنة على مستوى طريق السيار ببجاية، لترتفع حصيلة ضحايا حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان إلى 52 ضحية. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.